تحميل روبلوكس على الكمبيوتر، ده اللي احنا هنشوفه النهارده في الفيديو ده، ازاي تقدر تحمل روبلوكس على الكمبيوتر للاجهزه القويه والاجهزه الضعيفه. ومبدئيا قبل ما نكمل الفيديو، الاجهزه الضعيفه اللي هي اقل امكانيات تقدر تشغل اللعبه، مش اقل جهاز موجود. في فرق بين الاجهزه الضعيفه لتشغيل اللعبه واجهزه ضعيفه يعني الاجهزه الضعيفه بجد اللي هي ما بتشغلش حاجه اصلا، يعني في جهاز ممكن ما يشغلش اصلا حتى صوره، فاهمني؟ فانا بتكلم الاجهزه الضعيفه اللي تقدر تنزل اللعبه باقل اداء ممكن. طبعا انت جرب، حتى لو انت جهازك ضعيف او مش قابل ان هو يشغل اللعبه، جرب معايا الطرق وشوف الطريقه اللي تنفعك، وان شاء الله الطريقه تنفع مع كله. هنشوف مع بعض النهارده طريقتين، والطريقتين هيبقى فيهم كذا طريقه لتحميل روبلوكس. هنشوف مع بعض، مش عايز ازود عليكم الدنيا وابادل عليكم الدنيا. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو، انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس. احنا بنلعب في الفيديوهات يا جماعه، فيا ريت على قد ما بنتعب تدعمونا باللايك، الاشتراك، تفعيل الجرس، الكومنتات الجميله بتاعتكم، عشان الناس اللي داخله حتى بعد كده تعرف ان الفيديو مظبوط وما فيهوش مشكله. المهم يا جماعه، خلينا نبدا على طول مع بعض. صلي على رسول الله، وخلينا نشوف مع بعض الكلام على ايه. طيب يا جماعه، دلوقتي هنروح للجهاز الكمبيوتر او اللابتوب اللي احنا فاتحينه. طبعا انت شوف جهازك اللي انت هتنزل عليه اللعبه، وبتبدا تدخل على اي متصفح او اي برنامج براوزر عندك. فزي ما انت شايف، انا دخلت على برنامج مثلا، لو انت عندك الكروم ادخل على الكروم، لو انت عندك الفايرفوكس ادخل على الفايرفوكس، عندك ايدج ادخل على الايدج، عندك بريف ادخل على البريف، ادخل على اي براوزر عندك. المهم، كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي في السيرش وهتكتب هنا روبلوكس زي ما انت شايف كده، سيستم ريكوايرمنت. ده ليه؟ ده عشان تبدا تشوف اصلا اللعبه اقل امكانيات تقدر تشغلها ايه. فانت طبعا بتبدا تشوف الامكانيات اللي تشغل اللعبه. زي ما انت شايف، لو جيت هنا بصيت هتلاقي ان البروسيسور اقل جهاز او اقل بروسيسور يشغل اللعبه البروسيسور ده. طب بالنسبه لكارت الشاشه، ده اقل كارت الشاشه ممكن يشغل اللعبه وهو 1 جيجا رام. طب بالنسبه للرامات بقى، اقل رام تشغل اللعبه 1 جيجا رام، يعني قليل جدا يا جماعه اللي يشغل لعبه روبلوكس. ودي ميزه، يعني ميزه ان روبلوكس هتشتغل على اقل الاجهزه. طب بالنسبه بقى للاوبريتنج سيستم، زي ما انا يعني ويندوز 7 كمان يشغل اللعبه، فدي ميزه يا جماعه ان ويندوز 7 كمان يقدر يشغل اللعبه. طب بالنسبه لل اتش دي، هو هنا بيبدا يكلمك ان هو بيحتاج قد ايه، وانت بتبدا تقرا الكلام ده تشوفه هيناسب الجهاز بتاعك ولا لا. طبعا لو انت عندك هارد اس اس دي، يفضل ان انت تحط اللعبه على هارد اس اس دي او البرنامج على هارد اس اس دي. ليه؟ عشان ده بيسرع معاك اللعبه. فكده احنا اتكلمنا عموما عن طريقه او اهم امكانيات لتشغيل اللعبه. فخلينا بقى نبدا نشوف ازاي نقدر ننزل اللعبه. مبدئيا الطريقه الصح، اول طريقه تروح لها على طول عشان تنزل اللعبه، ان انت بتيجي هنا كده في السيرش، تفتح اي متصفح عندك وتبدا تكتب روبلوكس. انا في حاجه فوتها، روبلوكس. المهم، تبدا تكتب روبلوكس، تدخل على اول حاجه تطلع لك دي يا جماعه، صفحه تنزيل او صفحه تشغيل روبلوكس. انت طبعا هنا لو انت عندك ايميل قبل كده بتبدا تسجله، لو انت ما عندكش ايميل بتبدا تعمل ايميل جديد من هنا. يعني هنا الاسم ده اتاخد قبل كده، فاكتب اسم تاني. فانا كتبت كده، بيقول لك فيرست مش عارف ايه، وحط الاول التاريخ. فانا بدات احط التاريخ. طبعا تحاول تخلي التاريخ مثلا اقل من 17 سنه او حاجه كده، فاهمني؟ قصدي اكتر من 18 سنه. فانت لو شايف كده الاسم ده اتاخد قبل كده، ده ما اتاخدش قبل كده. هنا بتبدا تعمل الباسورد، فبيقول لك ان انت الباسورد بتاعك لازم تحط من 8 مش عارف ل 20 ويبقى كذا. المهم، بتبدا تختار من هنا ولد ولا بنت، وبتبدا تعمل ساين اب. طبعا البيانات دي بيانات كده وكده، يعني انا دي مش بياناتي، فالمهم انا عملت ساين اب. بعد بقى ما بتعمل ساين اب، بتبدا تنزل اللعبه. لو انت بقى عندك حساب، بتعمل لوجن وبتبدا تدخل الحساب بتاعك. فانا لما عملت هنا ساين اب، دخل لي على الروبلوكس بالمنظر ده. طيب ما انا كده مش بلعب على الجهاز، يعني انا كده فاتح براوزر وبلعب من على البراوزر. انت لما تيجي تفتح لعبه مثلا، لو انا دخلت على اللعبه دي زي ما انت شايف كده، بدات افتح اللعبه، هيقول لك لازم اهو اوبن روبلوكس جيم كلاين، هتدوس عليها من فوق من هنا. هنا بقى راح قايل لك ايه، داونلود اند انستول روبلوكس. فانت بتيجي دايس على داونلود اند انستول روبلوكس، بيبدا يحدد لك المكان اللي هو هيثبتها، بتبدا تعمل له سيف عادي، بيبدا ان هو ينزلها. اللعبه يا جماعه مساحتها قليله جدا، زي ما انت شايف هي نزلت على الديسك توب اهي. روبلوكس بلاي، انا اصلا كنت منزل روبلوكس
روبلوكس قبل كده، بس بنزلها تاني معاك، وهو تقريبا فشل بسبب ان انا كنت منزلها قبل كده يعني. فالطريقه يا جماعه ما فيهاش اي مشكله، بيبدا يعمل لها انستول بطريقه بسيطه جدا، ودي اول طريقه معانا يا جماعه، دي الطريقه اللي هي اصلا اساسيه، دي اول طريقه. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض ازاي نقدر ننزلها بطرق تانية لو الطريقه دي فيها مشكله عندنا، فده اللي احنا هنبدا نشوفه مع بعض. خلينا بس نستنى لما الانستول يخلص علشان نوريكم مع بعض اللعبه لما اشتغلت وهكذا يعني. فزي ما انت شايف هو بيعمل دلوقتي انستولنج للروبلوكس، هنستناه ان هو يخلص، مش بيطول طبعا. وعبال ما يخلص انت لازم تنزل تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. فزي ما انت شايف خلاص كده كده روبلوكس بقت عندنا على الجهاز مش على البراوزر كده، انت بتفتح النسخه الرسميه زي ما انت شايف. اديني اهو بتحرك، طبعا البتاع ده هيبدا يتعمل، هيبدا يكمل دلوقتي، ده بيتوقف على سرعه النت طبعا عندك وحاجات كده يعني. فالمهم طبعا احنا مش عايزين نلعب، احنا منزلينها علشان بس نوريكم ان هي اشتغلت خلاص كده. روبلوكس بقت موجوده عندي اهي على الجهاز. طيب لو انت الطريقه دي مش نافعه معاك او فيها مشكله معاك، اللي انت بقى بتعمله ايه؟ بتدخل على اي براوزر عندك زي ما انت شايف بالمنظر ده، وبتبدا تيجي تفتح صفحه طبعا جديده. اول حاجه يا جماعه هتنزلها في ثلاث حاجات هقول لكم ممكن تنزلوا منها اللعبه. اول واحد جيم لوب، بتدخل على الجيم لوب، طبعا انا عملت له فيديو عن طريق التنزيل ده. اول برنامج انت تقدر تنزله، بتعمل جيم لوب وبتدخل تنزل البرنامج. الجيم لوب عندي اهو، ده الجيم لوب يا جماعه عندي بالمنظر ده. تاني بقى برنامج عندي يا جماعه، بتفتح البراوزر اهو، ده الجيم لوب، بتبدا تنزله من هنا، بتختار النسخه وكده. انا كنت عامل فيديو كامل عن طريق تنزيل الجيم لوب وايه احسن نسخه ليك لجهازك، فانت شوف الفيديو لو مش عارف تنزل اي نسخه جيم لوب. تاني نسخه يا جماعه، التاني او تاني حاجه معانا يا جماعه اسمه بلو ستاكس، بيبقى معانا بالمنظر ده. ده برنامج برده زي ما انت شايف كنت عامل برده عنه فيديو قبل كده، تقدر تنزله لو عايز تشوف ازاي تنزله هتلاقيه على القناه. بيبقى فيه اصدارات كتيره، انت بتختار الاصدار، وطبعا انا اتكلمت على الاصدارات، وده تاني برنامج معايا عشان تقدر تلعب من على الجهاز يعني او كده. او طبعا البلو ستيكس معايا برده بالمنظر ده اهو زي ما انتم شايفين، الجيم لوب والبلو ستيكس. ثالث بقى برنامج يا جماعه معايا او ثالث محاكي اسمه مومو بلاير، ده محاكي برده هنبدا نلعب منه اللعبه، نبدا ننزل منه روبلوكس ونبدا نلعب منه روبلوكس اهو. فدول الثلاث حاجات اللي انا اهو المومو بلاير زي ما انت شايف بالمنظر ده، وبيبقى دي برده واحده ثانيه في المومو بلاير اهو، مومو بلاير. خلينا نشيل دي ونسيب دي عشان النسخ بتاعتها. فزي ما انت شايف احنا كده معانا المومو بلاير ومعانا الجيم لوب ومعانا البلو ستيكس، طبعا ثلاثه فيهم الجوجل بلاي، بس كل واحد ليه امكانيات تشغيل، فانت لازم تتاكد ان الجهاز بتاعك قابل ولا لا، اتاكد ان الجهاز قابل ولا لا. فبتدخل تشوف زي ما قلت لك السيستم ريكويرمنت، وبعد كده مثلا انا عايز العب على المومو بلاير، فبدخل بقى على المومو بلاير وببدا ادخل على الجوجل بلاي. لو انت عايز مثلا من الجيم لوب، ان الجيم لوب مثلا مشهور، فانت بتدخل بتلاقيه فتح لك الصفحه دي، بتيجي جاي هنا عند الميل اللي فوق وبتبدا تعمل جوجل بلاي وبتبدا تعمل لها انستول. بس الطريقه سهله جدا، بتعمل انستول، بعد كده بتدخل الايميل والباسورد بتاعك بتوع الجيميل عشان تلعب من عليه روبلوكس. بالنسبه بقى للمومو كله نفس الطريقه، المومو هو معايا بالمنظر ده، نفس الكلام برضو على البلاي ستور، هتلاقي البلاي ستور موجوده، بتدخل الايميل والباسورد. انا عشان كنت مدخل الايميل والباسورد دخلت عليه على طول عشان ما اطولش عليكم. فزي ما انت شايف بتيجي هنا في السيرش وبتبدا تكتب روبلوكس زي ما انت شايف بالمنظر ده، بتبدا تختار الروبلوكس من هنا وبتبدا تعمل لها انستول. طبعا بينزلها على حسب سرعه النت عندك، فبتستناه يخلص تنزيل. زي ما انت شايف هي مساحتها مثلا 135 ميجا، بتستنى ان هو ينزل ال 135 ميجا دول، طبعا ما بياخدش وقت. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتستنى ان هو يخلصها، وطبعا عبال ما يخلص تنزيل حابب اقول لك لو لسه برضو ما عملتش لايك انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. دعمكم هو اللي بيفرق معانا وبيخلينا نستمر، يا ريت على قد بقى ما بنتعب في الفيديوهات وكده تدعمونا وكده يعني. فالمهم يا جماعه زي ما انتم شايفين دلوقتي وصل 76%، 81%، قلنا بيتوقف على سرعه النت، وممكن لو انت الجهاز بتاعك بطيء يبقى بطيء في ان انت مثلا رجعت ورا يرجع بالراحه، يدخلت يدخل بالراحه، بس مش هيبقى بطيء في التنزيل. فزي ما انت شايف هو نزل اللعبه معايا بالمنظر ده، بتبدا تعمل لها بلاي من هنا او بتبدا ترجع كده ورا، هتلاقيها طبعا موجوده عندك فين الروبلوكس بتبقى موجوده يعني. فزي ما انت شايف خليني بس اقفل البرنامج وافتحه تاني علشان نشوف
المشكله اللي طلعت لنا ان اللعبه اصلا مش موجوده بره، فهنبدا نفتح. طبعا انت لو حصل معاك اي حاجه كده يعني جرب، مش عايزك اللي هو تبقى بتاخد الكلام تحطه، لا لو في حاجه ما نفعتش او كده ابدا مثلا نبحث عن المشكله دي، ان انت ممكن يطلع معاك مشكله المشكله دي مش عندي، فاهمني؟ فكل واحد بيبقى على حسب جهازه وعلى حسب البرامج اللي حاططها على الجهاز، ممكن يبقى في برنامج ناقص عندك اللي هو بيشغل اللعبه. اهي روبلوكس ظهرت معايا بره بالمنظر ده لما قفلت الجهاز وشغل البرنامج وشغلته تاني. طبعا ممكن تلاقي برضو مشكله في اللعبه نفسها يعني، او في البرنامج مع اللعبه تحديدا. لو نزلت لعبه تانية يعني انا زي ما انت شايف مثلا ننزل برضو عليه ببجي موبايل، ببجي موبايل بتشتغل ما فيهاش مشكله. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتجرب، يعني جرب ده وجرب ده وجرب ده. ما نفعش مثلا على المومو بلاير نزلها على الجيم لوب، نزلها على البلوستكس. فبس انا مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، بس زي ما قلت لكم يعني دي احسن الطرق علشان تشغلها. مومو بالمناسبة اقل برنامج بس بالنسبة لي بصراحة حلو، يعني انا جربت اشتغل عليه العب عليه بابجي وجربت عليه فري فاير، البرنامج جميل والالعاب عليه والدنيا سلسة. بس هي مش عارف هو في مشكله في روبلوكس مثلا في الوقت اللي انا بسجل فيه دلوقتي ولا ايه بالظبط مش عارف. فبس يا جماعه يعني كان هو ده الفيديو، زي ما قلت لك برده انت لو مثلا الطريقه دي ما نفعتش معاك خش على الجيم لوب. طبعا بتفتح الجيم لوب وبتبدا تنزل البلاي ستور وبتبدا تدخل برده الاكونت تبدا تنزل اللعبه. فبس يا جماعه يعني كان هو ده الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك. انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. اشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.